الجاية إن شاء الله، وهيبقى الساعة 8:30 صباحا، يا ريت ما تتأخرش. حتى الآن الصورة اللي قدامنا، يعني أنا دكتور وائل لسه بنفنش في الامتحان، بس يعني هو الامتحان غالبا هو مش أكيد 100%، بس غالبا يعني الامتحان هيبقى مدته ساعة، وهيبقى يا ريت أنت تحط نص ساعة لكل فرع، ما تخليش فرع يدوس على فرع، خلاص كده؟ انت حر يعني، بس دي نصيحة علشان يعني ما يحصلش ان انت تغرق في حتة وتسيب حاجات سهلة موجودة في الناحية التانية. يعني غالبا الامتحان هيكون ورقة واحدة، وش وظهر، من الناحية دي فرع ومن الناحية دي فرع تاني، وغالبا برضو هيبقى امتحان الويفز اللي يخصني انا بقى، اللي امتحان الويفز هيبقى 20 مالتيبل تشويس غالبا. شوف يا عزيزي، لا 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 لا، النظام ان انت اول حاجة، بص، في فرق ما بين الفرعين، يعني يمكن الدكتور وائل، يمكن انا مش عارف بالظبط، يعني هو انا وهو لسه هنقعد بكرة نشوف المواضيع دي، بس يمكن يكون بيطلب، هو هيبقى عنده صح وغلط ومالتيبل شويس ومسألة ولا حاجة زي كده، الله اعلم، بس غالبا يمكن يطلب منك لو انت هتعمل كوركشن تقول الغلط فين، خلاص كده. انا في الفرع بتاعي ما يفرقش معايا، كويس كده، يعني انا في جدول من تحت كده، في من 1 لـ20 هتحط اختيارات وخلاص، كويس كده، ما يهمنيش تقول لي السبب، وما فيش ان الصح يشيل الغلط، يعني رأفة بحالكم، الصح يديك درجة، الغلط ما يديلكش درجة وخلاص على كده. نعم، ما فيش خطوات، انا عندنا لا خطوات ولا اسباب ولا، انا كل اللي عايزه حرف، هتحط لي حرف كده اهو بس، خلاص تمام. انت تخش الامتحان تروح كاتب كله ايه، تاخد 25% وتروح، يعني انت فاهم، ده سكة الطريق الطالب الفاشل، كويس كده. لو انت اقول لك حاجة كده، في مؤشرات في الموضوع، في مؤشر يقول لك ازاي انت بتذاكر غلط. لو انت عندك احساس ان فرع الويفز ده، واظن نفس الكلام في الكوانتم، كورس كبير ومليان معادلات، يبقى انت بتذاكر غلط، خلاص كده. لو انت شايف ان الكورس ده كبير كحجم ومليان معادلات وقوانين الخلاصة، انا عايز واحد يكون فاهم هو بيقرا ايه ولا بيعمل ايه، وتاني يا ريت تقرا سورس انجليزي، علشان اغلب الامتحان عندنا هيبقى رغي كتير، هتلاقي رغي 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 رغي، كويس كده. ما هو مالتيبل تشويس ده كلام، والاختيارات كلها كلام. طيب، فالامتحان هيبقى يوم الاحد الساعة 8:30 صباحا. لو طالب مذاكر، انا في رايي الشخصي يعني هيخلص ال20 دول في اقل من 20 دقيقة، مش هياخده مع مسافة ما يقرا السؤال هيكون مجاوب، لو هو فاهم يعني. الطالب اللي مش فاهم مش هيحل، حتى لو قعد 10 ساعات، مش يا عارف يا مش عارف يعني. ويا ريت ما تحاولوش تغشوا، عشان احنا واخدين يعني ده في الحسبان، ما تغشوش، خلاص كده؟ طيب. الحد 8:30 توزيع الناس في المدرجات، مدرج واحد هيبقى ايه في الباب وراك يا باشمهندس، مدرج واحد هيبقى فيه سكاشن 1، 2، 3، مدرج 2 ده في المبنى الجديد يعني، سكاشن 4، 5، 6، مدرج 3، 7، 8، 9، مدرج 4، 10، 11، 12، مدرج دال، يعني الاربعة دول المبنى الجديد، مدرج دال ده هيبقى فيه 13 و14، خلاص كده؟ لما نتقابل تاني في ليكشر 8 اللي هي بعد اسبوع الامتحانات، يعني احنا الاسبوع الجاي مفيش دراسة في الكلية، الاسبوع اللي بعده هنرجع محاضرات تاني، هيبقى محاضرة 8. في هذه المحاضرة المجموعة دي هنبتدي الساعة 12 الظهر، يعني في هناخد حتة من البريك علشان لازم اخلص ما يخص امتحان المعمل، كويس كده؟ النهاردة هنقول نيوتنز رينجز تاني، عشان ابقى ايه خليت ذمتي منكم خالص في الموضوع ده، وفي بعد ما نتقابل هنتكلم على الديفراكشن وهنتكلم عن السي ار او. دكتور وائل هيقول لكم على ميعاد يشرح لكم فيه السي ار او كجهاز بيشتغل ازاي، انا هشرح لكم التجربه احنا بنعمل ايه، خلاص كده. والمفروض ان الفوتو الكتريك افكت برضو عند دكتور وائل، انت الدكتور اللي هيمتحنك في المعمل ممكن يسالك في اي حاجه تخص التجربه، يعني حاجه حتى لو انت ما بتعملهاش بايدك، يعني مثلا في تجربه السي ار او انت بتدرس ايه، ريزيستنس جنب ريزيستنس، او ريزيستنس جنب كاباستور، او ريزيستنس جنب ملف. طب افرض كاباستور وملف، دي مش موجوده في التجربه، بس ما هياش ماساه يعني. وعشان كده انت ممكن تراجع التجارب التجربه بتاعت اعدادي اللي هي تجربه الاي سي سيركت، لازم تراجعها،
وكمان عندك اربع فيديوهات للمعمل مراجعه، مش هم الاربعه بتوع الشرح. يعني انت عندك اربع تجارب للمعمل شرح، دول اللي انت بتحضر منهم تجربه، لو الفيديو صغنن تبقى 5 دقائق 10 دقائق. في فيديوهات مطوله شويه فيها المراجعه بتاعه امتحان المعمل، كويس. وما تقولش في نيوتنز رينجز كلمه مستطيل، خلاص كده يمكن تلاقيها في الفيديو، بس كلمه مستطيل بتزعل شويه ناس فما تقولهاش، خلاص كده. هقول لكم بتاعه المستطيل دي جايه فين دلوقتي في الاسئله بتاعه نيوتنز. ما تقولش كلمه مستطيل في المعمل، خلاص. دكتور وائل محاضراته هتبقى الساعه 8 صباحا، بالتالي هو قال لكم كده، يعني كل محاضرات دكتور وائل الساعه 8 الصبح، صح كده؟ يعني انا بقول للي ما عرفش، الامتحان بتاعنا في فرع الويفز هيبقى عندنا كل المنهج اللي خدناه داخل انكلودنج محاضره النهارده، اللي هي تقريبا شبه محاضره المره اللي فاتت، نيوتنز رينجز والكلام ده. بس شابتر 8 ما نزلش عليه شيت، وبالتالي الاسئله اللي هتجي لك في شابتر 8 ما فيهاش مسائل، يعني اللي هيجي لك في شابتر 8 حاجه شبه المحاضرات، كويس كده؟ الشابترز اللي قبل كده فيها محاضرات وفيها شيتات، في من ده وده. ولو سمحت تشوف الفيديوهات لتحل الشيتات، واحد يقول لي انا بعرف احل الشيت من غير ما اشوف الفيديو، كويس، ده معناه ان انت شخص كويس. بس انا في الفيديو بناقش الحل، بقول ايه ده، تعال نفكر ازاي بقى، انا خدت دي حطيتها هنا، لو غيرت كذا، يعني اثناء الشرح بتاع حل الشيت في الفيديو انا بشرح احتمالات ثانيه للمساله، خلاص كده. فيستحسن انك تشوفها، عارف تجيب الفيديوهات من على اليوتيوب، خير وبركه. مش عارف، في ناس بيبدلوا مع بعض فلاشات وكلام من ده، وناس بيشتكوا انه انا ما بيشتغلش عند الفيديو، شغال عند واحد صاحبي. دي كلها قصه فورمات، يعني انت البلاير اللي انت شغال بيه، في ناس بيشغلوا بالوين امب، في ناس بيشغلوا بالجوم بلاير جي او ام ده، وفي ناس بيشغلوا ما اعرفش بالويندوز ميديا بلاير. فهي بتبقى قصه بلاير، يعني انت الاكستنشن اللي بينزل من اليوتيوب لو انت بتعمل داونلود للفيديوهات غالبا بيبقى دوت اف ال في، خلاص. فانت شوف حاجه بتشغل الاف ال في ده. بالنسبه للفورمولا شيت، انا امتحاني هيكون لطيف خالص، يعني هو كل الفورمولا شيت اللي انت محتاجها شبه كده اللي في الشيتات، وفي الشيتات ما فيش اي معادلات جيفن غير مره واحده بس، كان في الشيت بتاع شابتر 3 كان في 4 حاجات كده جيفن في اول الشيت، خلاص كده، غير كده ما كانش جيفنز. وهتعرفوا ليه، ما الموضوع مش مستاهل معادلات، يعني الموضوع لطيف خالص، يعني هو امتحان يطلق عليه الامتحان اللطيف يعني. بس خلاص، بعد امتحان اعمال السنه هيبقى اللابس هتبقى سيكشنز، يعني مش معنى ان احنا خلصنا المعمل والمراجعه واللازم منه اللي هي تنتهي الاسبوع ده اخر اسبوع فيه مراجعات، ولو حد محول ومخلصش لازم يخلص الاسبوع ده، مش هنفتح المعمل مخصوص بعد كده. بعد امتحان اعمال السنه اللاب هيبقى سيكشن، حضرتك هتروح في نفس الميعاد ونفس المكان، وهيبقى فيه معيد يشرح معاك الشيتات، هات كل الشيتات اللي نزلت، وهينزل يعني لما يجي وقتها بقى هينزل شيت على شابتر 8 اثناء اسبوع اعمال السنه، فبعد ما تخلص امتحانات هتلاقي في شيت تاخده برضه وانت رايح الامتحان السكشن. في المراجعه انت مش مطالب بان انت يعني مفيش حضور وغياب في سكشنك، خلاص مفيش درجه انت بتخسرها لو انت ما حضرتش في ميعادك. كونك تحضر في ميعاد تاني دي بتترك للدكتور المشرف على الحصه حسب ما هو شايف، في مكان مفيش مكان، في ناس ليها اولويه او لا، دي الدكتور المشرف على المعمل. لان يعني انا عاده في حصه بشرف عليها او كده بلاقي عاده عدد قليل دخلت الناس، خصوصا ان في ناس محولين وجايين متاخر، فدول محتاجين ان هم يخشوا تاني. فدي يعني تحاولوا مع اي حد بقى الاربعاء او الخميس، يعني هم دول اخر يومين فيهم معمل، النهارده مفيش معمل يوم الثلاثاء. طيب الامتحانات المعمل هتبتدي يوم 28/11 السبت، اللي هو امتى بقى؟ اللي جاي ده لا، اللي بعده. اللي جاي ده اعمال السنه، اللي بعده لا، يبقى اللي بعده كمان يوم 28. جدول امتحانات المعمل نزل، ممكن حضرتك تلاقيه عند المعمل على الحيطه كده، وانا هحاول النهارده بالليل احطه على الجروب بتاعك. نعم، في سؤال؟ لان احنا اوريدي عاملين اسبوعين مراجعه، هنعمل كام مره مراجعه؟ خلاص كده، ده بخصوص التنبيهات. طيب نرجع بقى للقصه بتاعت شابتر 8، شابتر 8 شابتر طويل، بعد ما خلص النهارده هيتبقى لنا منه حته صغيره اللي هي الستاندنج ويفز. الستاندنج ويفز بقى غالبا هناخدها بقى مش في الاسبوع اللي بعد اعمال السنه، لان ده انا هخش على الدفراكشن وتجربه السي ار او بعد كده هناخدها. خلاص كده؟ هي الازمه بتاعت المعمل دي بس نخلص منها، وبعد كده الدنيا هتبقى الطف كتير يعني. الشابترز اللي باقيه صغيره خالص، 7 ده هتلاقيه كام صفحه كده صغننين خالص، 10 صغير خالص. المفروض ان انتوا في الرياضه دخلتوا في السكند اوردر ديفرنشال ايكويشنز، صح؟ خدتوا
خدتوا سكند اوردر اول طلعه، يعني لو خدت معادله تفاضليه زي مثلا واي دبل دوت زائد ثابت في واي دوت زائد ثابت بيساوي صفر، تعرف تحلها؟ خدتوا حاجه اسمها اوكسيلري ايكويشن؟ ما خدتوش الاوكسيلري ايكويشن. طب هنا ايه؟ ما انا عليه مش فاضي. خلاص خلاص مش فاضي. كويس اللي انت وصلت له عشان احنا هنحتاجها في اخر اسبوعين يعني. طيب. القصه بتاعت الريفليكشن والانترفيرنس تاني. دلوقتي لو كان عندي اثنين سيمبل ويفز، احنا قلنا في كام حاله انترفيرنس هندرسهم؟ خمسه. في واحده موجوده في شابتر 9 بتاعت الماند فراكشن، خلاص كده؟ فدي حاله كده في شابتر 9. وفي اربع حالات في شابتر 8. الحاله الاولانيه كانت البيتس اللي هي ايه؟ اثنين سيمبل ويفز بس مختلفين في الفريكوانسي، نفس الامبليتيود لكن مختلفين في الفريكوانسي ومختلفين في الويف لينث، فالاوميجا والكي مش ثابت. ولقينا بقى ان لما تجمع المعادلتين دول على بعض يطلع لك حاصل ضرب 2 كوزاين، واحده سريعه وواحده بطيئه، والضرب النهائي كده بيبقى شبه اكتر السلو ويف، وعلشان كده سرعه البيتس بتبقى شبه سرعه السلو ويف، يعني السرعه التوتال بتاعه البيتس هي السرعه بتاعه السلو ويف، اللي هي الاوميجا بتاعه السلو ويف مقسومه على الكي بتاعه السلو ويف، اللي هي كانت دلتا اوميجا على كي مقسومه على دلتا كي على كي، يتبقى دلتا اوميجا على دلتا كي. دي كانت حاله. الحالات اللي بعد كده بقى الاربعه التانيين اللي هم الثلاثه في شابتر 8 وواحده في شابتر 9، دول كلهم فيهم نفس الاوميجا، فعشان كده الترم اللي هو اوميجا كده هيطير مننا دايما. ففرق الفيز اللي دايما بنحسبه عشان نعرف عندنا كونستراكتيف انترفيرنس ولا ديستراكتيف انترفيرنس بيبقى جاي من فين بقى؟ فرق في الترم اللي اسمه ابو كي اكس ده، حيث كي ده البروباجيشن كونستانت، وده بيساوي 2 باي على لامدا نوت في ان، هي 2 باي على لامدا، واللامدا في اي ميديم هي اللامدا بتاعه الهواء لامدا نوت مقسوم على الان، فالان تيجي مقام مقام فتطلع فوق في البسط، خلاص كده؟ فالكي او البروباجيشن كونستانت ده هو عباره عن ايه؟ 2 في باي على الويف لينث في الفري سبيس. والله لو ما جابش سيره ميديم بعتبر هواء، وساعتها بحط الان بوحده. جاب سيره يبقى يا اما هيديني الان يا اما هيطلبها حسب الظروف يعني. فده بخصوص الكيهات. كويس؟ الاكس بتاع ده اهو الويف دي مشيت قد ايه مسافه؟ الاكس بتاع ده اهو الجدع ده مشي قد ايه مسافه؟ ففرق الفيز مينلي هيبقى جاي من الفرق في الترمين دول الكي اكس والكي اكس. قد يكون قد وقد لا. قد يكون في فرق في الزياده نتيجه ان واحد من الاثنين ويفز، نفترض مثلا الويف اللي اسمها واي 2 دي، خدت خبطه في السكه. فالخبطه دي تعمل ريفليكشن، الريفليكشن ده قد يضيف في الزياده اسمه باي وقد لا يضيف. احنا خدنا بقى المره اللي فاتت تفتكروا لما كان عندي موجه حبل ماشيه كده وفي اخرها مسمار ثابت، او حبل تقيل كانت ماشيه بحبل خفيف وخبطت في حبل تقيل. فالكيس دي سميناها ريفليكشن من لايت ماشي في لايت خبط تاني، فاللي راجع ده بيرجع متشقلب، متشقلب يعني اشاره سالب بره الكوزاين، اشاره سالب بره الكوزاين اشيلها واحطها باي جوه الكوزاين. موجه باي ولا سالب باي مش مهم، مش فارقه معايا، هتطلع نفس النتائج في الاخر. دازنت ماتر يعني. فالباي دي قد تكون موجوده او قد لا تكون موجوده، وممكن تكون في اكتر من باي لو في اكتر من ريفليكشن في السكه يعني. فالخلاصه لما يكون نفس الفريكونسي يعني مش البيتس خلاص، لما يكون نفس الفريكونسي نفس الاوميجا، انا هدور على الاثنين ويفز اللي عندي واشوف فرق الكي اكس بتاع ده هو من ده هو، واذا كان في السكه في باي زياده ولا لا. لو فرق الفيز اللي هو هيبقى فرق الكي اكسات وقد لا يكون في بايات زياده، عشان كده احط علامه استفهام لان ممكن او ممكن لا اذا كان في ريفليكشن ولا لا في السكه، هذا الفرق كله بعد ما احسبه لو طلع مضاعف زوجي من باي يعني even multiples of باي 2 ان باي، الام ده عداد كاونتر 0 1 2 3 4 وهيبان قصته معانا في نيوز رينكس ده. لو كان كده يبقى الانترفيرنس ده يديني كونستراكتيف انترفيرنس، يبقى ساعتها الاثنين كوزاينات شبه بعض لان كوزاين جواها حاجه والكوزاين الثاني جواها حاجه زاويه وزاويه، والفرق ما بينهم 2 باي او مالتيبلز من 2 باي. يعني كوزاين 30 وكوزاين 30 زائد 360 شبه بعض، صح كده؟ نفس القيمه. فلو كان كده هيحصل ان الاثنين دول يجمعوا على بعض، الاثنين هيبقى شكلهم شبه بعض. فيجمعوا على بعض تطلع واحده اكبر. تمام؟ لو كان فرق الفيز ما بينهم طلع عدد فردي اود مالتيبل من باي، الكومباينيشن دي طريقه ظريفه في الرياضه، كده بقول عدد فردي 2 ام بلس 1، ايه عدد فردي؟ ليه؟ لان انت حط الام اي حاجه هنا.
حطها بزيرو يطلع ده بواحد، حط الام بواحد يطلع بتاع ده بثلاثه، حطها باثنين يطلع خمسه وهكذا. فالبتاعه دي كده معناها اود او عدد ثابت. فانا عندي اود مالتيبلز من باي، معنى كده ان في واحده جواها زاويه والثانيه جواها نفس الزاويه زائد او ناقص 180 درجه. ساعتها الكوزينتين دول يطلعوا شقلباص بعض، واحده كده اهو والثانيه كده اهو، يكنسلوا بعض. وخلي بالك ان هم دول بيحصل لهم بروباجيشن في نفس الدايركشن، ماشيين في نفس الدايركشن، نفس الاشارات بتاعت اوميجا تي وكي اكس. فتبقى النتيجه ديستركتيف انترفيرنس، يموتوا بعض. واحد سالني سؤال لطيف، قال لي هو لازم يكون فرق الفيز يا كده يا كده، ما ينفعش حاجه بينهم؟ اه ينفع. يعني هو حر يعني انت تلاقي سيستم فيه فرق الفيز، لا هو 2 ام باي ولا هو 2 ام بلس 1 باي، مش بالضروره يعني. ما هي الحياه مش بس الاثنين دول، مش الحالتين دول بس، تبقى حاجه ما بينهم. فساعتها النتيجه ما هياش كونستراكتيف 100% وما هياش ديستركتيف 100%. يعني في شويه باور بس الباور دي مش جامده قوي زي ما يبقى كونستراكتيف انترفيرنس، وفي نفس الوقت ما هياش مظلمه خالص زي ديستركتيف انترفيرنس، يبقى حاجه بين الاثنين يعني. لا كده قوي ولا كده قوي. دول الحالتين الاكستريم، ده هيبقى اكبر نور وهنا اكبر ضلم، خلاص؟ لو موجتين ضوء بيحصل لهم انترفيرنس. عظيم. كنت سالتكم المره اللي فاتت سؤال لطيف كده، هو لما بيحصل ديستركتيف انترفيرنس هي الباور بتتلاشى؟ الانرجي بتضيع؟ في قانون بتاع حبس الطاقه بيقول لك ان الانرجي ما بتضيعش بس بتغير شكلها، صح؟ طيب لما بيحصل ديستركتيف انترفيرنس زي نيوتنز رينجز كده، بنلاقي حلقات منوره وحلقات مظلمه، المنوره دي فيها كونستركتيف انترفيرنس والمظلمه دي ديستركتيف. هي الباور بتاعت الديستركتيف دي راحت فين؟ انتقلت لفين؟ الوسط اللي حواليها مثلا. الوسط اللي حواليها هو ماشي معقول قريب. الانرجي لما بيحصل لما في مكان يحصل فيه ديستركتيف انترفيرنس، معنى الديستركتيف انترفيرنس ايه؟ ان هذا المكان مش ممكن الانرجي تعيش فيه، ممنوع عليه، فوربيدن، محرم، ما تقدرش. فالمكان بيجي احسب له فيزس ولازم منه يطلع ديستركتيف انترفيرنس في الحته دهية، يبقى الحته دي زي حلقه المظلمه كده في نيوتن، ما ينفعش الانرجي تعيش فيها، تدور لها على مكان تاني تعيش فيه. فتلاقي الانرجي بيحصل لها، على فكره الانترفيرنس كل اللي بيعمله بيعمل ريديستريبيوشن اوف انرجي، اعاده توزيع للطاقه. يعني انت عندك في تجربه نيوتن نور نازل على العدسه كلها، بعد كده النور ده بيلاقي اماكن ينفع يعيش فيها كونستراكتيف وما ينفعش يعيش فيها ديستراكتيف. فيحصل ايه؟ يحصل اعاده توزيع الطاقه، تتشفت تروح من المكان اللي ما ينفعش تعيش فيه اللي هو ديستراكتيف، ترمي نفسها في الحته اللي ينفع تعيش فيها اللي هي كونستراكتيف. فالخلاصه ان مفيش طاقه بتضيع، هو بيحصل ريديستريبيوشن، هي بتلاقي اماكن ما ينفعش تعيش فيها، زي كده اللي جاي يسكن في عماره، الشقه المحجوزه اوريدي دي خلاص ما يقدرش يسكن فيها، يشوف له شقه فاضيه. فهي كده الانرجي بتدور على المكان ابو كونستراكتيف انترفيرنس ده تعيش فيه، لكن اماكن ديستراكتيف تزيد. بس مجموع الانرجي في النهايه هو نفس مجموع الانرجي اللي خارجه من السورس، مفيش حاجه ضاعت، هي بس حصل لها اعاده تشكيل، اعاده توزيع، بس كده، ادي كل اللي حصل. عشان في ناس بتهيألها ان الديستركتيف انترفيرنس معناها كده ان الطاقه ضاعت، راح باي باي، لا مش صحيح. طيب كان في المساله اللي حطيناها على الجروب دي اللي كان فيها مسابقه، كنا بنقول ايه هنا؟ عندي سورس، عندي مصدر ضوء وطلع منه شعاعين. طالما نفس المصدر، دي فكره لطيفه، نفس المصدر يعني المصدر بيحدد الفريكوانسي، فالمصدر هو هو يبقى نفس الاوميجا تي، فباي باي مع السلامه، خلصت. كويس كده؟ فاذا كان نفس المصدر واحنا تعمدنا ده في نيوتنز رينجز، يعني في التجربه في نيوتنز رينجز احنا في الاخر بنلاقي انترفيرنس ما بين شعاعين اصلهم ايه؟ اصلهم اللمبه الصفراء نفس المصدر، لمبه واحده بلون واحد. فمصدر واحد، انا مش هقول لك بقى ان الاثنين ليهم نفس الفريكونسي، ما هو مصدر واحد. فانت تعرف لوحده من نفس الاوميجا، مفيش فرق. انطلق الشعاع ده الاولاني هوب وصل هنا. مشي مسافه 20 مايكرومتر وما جابلكش سيره ميديم، يبقى هواء. الجدع الثاني مشي 10 وربع مايكرون، كلمه مايكرون اخرها ان كده، دي اختصار مايكرومتر يعني. مايكروميتر. فمشي 10 وربع مايكرون وبعد كده خبط في ميرور ازاز الريفراكتيف اندكس بتاعها 1.5. انا ليه اديت لك الريفراكتيف اندكس بتاعها 1.5؟ عشان اقول لك يعني ان هو كان ماشي في هواء لايت ميديم، خبط هيفي ميديم، فالخطه دي الري اللي هيرفلكت كده اخباره ايه؟ هياخد له واحده باي زياده هنا في الخطه دي، تمام؟
كان ماشي في لايت ميديوم ريفلكتد اوف اهيفي ميديوم او اهيفير جدا ميديوم اتقل ماشي مسافه 10 وربع واتقابلوا هنا يا ترى لما يتقابلوا هيكون استراكتيف انترفيرنس ولا ديستراكتيف ادور على فرق الفيز ما بينهم زي ما قلنا فرق الفيز هيجي الكي اكس بتاع ده هو ناقص كي اكس بتاع التاني وقد يكون في باي هنا في باي في الحاله دي فنحسب بقى فرق الفيز هنا دلتا ثيتا في الحاله دي بتساوي كام اخونا ده هيمشي 2 باي على لامدا نود في ان ده الكي بتاعته ان بكام ان بكام واحد يبقى 2 باي على لامدا نود لامدا نود هو مديها لك انه اللامدا هو ما قالكش هو هوا يعني فهي لامدا نود يعني فنص مايكرو يبقى 2 باي على اللامدا بتاعته اللي هي نص مايكرو نص في 10 ناقص 6 او مايكرو يعني ده الكي الاكس بتاعته 20 مايكرو ادي 20 وادي مايكرو مش محتاجه تحويلات لان المايكرو هيطير مع المايكرو لو انت ناصح يعني طيب الجدع التاني كام بقى ناقص ها الفيز بتاع الجدع التاني كام يا ولد كي في الاكس بتاعته تمام الكي بتاعته هي نفس الكي هي هو ماشي في الهواء برضه كل ده في الهواء يبقى 2 باي على نص مايكرو المسافه اللي مشيها كام ده 20 ونص 10 وربع و10 وربع يبقى 20 ونص والمايكرو هيروح مع المايكرو وايه كمان وفي فرق باي في السكه تاخد الباي بقى يا اشارات سالب على طول الخط او موجب على طول الخط يعني اي حاجه مش مهم فهنا فرق الفيز بتاعه تاخد ده كده اهو زائد باي مثلا يبقى 2 باي على نص في 20 وهنا ناقص وبعد كده 2 باي على نص في 20 ونص ده كده فرق ايه المسارات ومعاها موجب او سالب باي مش مهم اي حاجه باي ما تفرقش يعني هي موجب باي بطلع نفس التكنيكه زي سالب باي الخلاصه طلع فرق الفيز ده كام بقى شوف يا صديقي ادي 2 باي 20 على نص 20 على نص ب 40 في 2 80 باي خلاص كده يبقى هنا كل الفيلم ده كام 80 باي الجدع ده كام 2 باي على نص يعني 4 باي 4 باي في 20 ونص يبقوا كام دول 82 باي صح 82 باي وباي 83 باي فرق الفيلم كله يطلع كام في الاخر سالب 3 باي يبقى القصه دي في الاخر سالب 3 باي ده يطلع رقم فردي من باي ولا زوجي من باي ده فردي يطلع كونستراكتيف ولا ديستراكتيف ديستراكتيف واحد يقول لي طب انا طرحت العكس انا خدت ده ناقص ده ان شاء الله شقلبت الموضوع يعني انا خدت الفيس بتاع ده اهو ناقص الفيس بتاع ده اهو مش مهم هتطلع 3 باي عدد فردي برضه باي باي مش مهم يعني فتاخد ده ناقص ده ولا ده ناقص الترتيب مش مهم هو المهم الفرق في الاخر تاخد ابسولوت فاليو تاخد مش مهم المهم في الاخر هل هي عدد فردي من باي ولا هي عدد زوجي من باي اشارته موجب مش مهم اشارته سالب مش مهم خدت الباي دي بموجب ولا اي حاجه مش مهم كله يطلع نفس النتيجه في الاخر الكونستراكتيف هيطلع كونستراكتيف والديستراكتيف هيطلع ديستراكتيف الحسابات دي الاشارات مش هتفرق يعني انت لو كنت خدت الباي دي هنا بالسالب واحد يقول لي ايه ده الخبطه بتاعت الميرور بتديني سالب باي مش باي ماشي يا عم مش مشكله ماشي سالب باي هنا فهيبقى 82 باي جنبها سالب باي يطلع كام 81 بقى بدل 83 طيب يبقى انا عندي 80 باي ناقص 81 باي يطلع النتيجه كام في الاخر سالب باي سالب باي ده عدد فردي ولا زوجي برضه فردي من باي يعني ده ديستراكتيف خلاص يعني الفيس في حد ذاته كقيمه مش مهم قوي هو المهم هو عدد زوجي ولا فردي من باي ادي القصه يعني تمام واحد طلعها 3 باي واحد طلعها 5 باي واحد طلعها باي ماشي كله في الاخر بيقول ديستراكتيف اذا فهو ديستراكتيف خلاص كده فدي كانت القصه بتاعه البتاعه دي في الشيت ان شاء الله لما ينزل هنحط بقى حركات بقى زياده يعني مثلا ممكن تحط هنا حته ميديم تاني في النص بقى فتروح مقسم بقى الفيز بتاع الجدع ده ثلاث حتت تحسب الفيز الكي اكس دي زائد الكي اكس دي زائد الكي اكس دي وكل بقى بتاع بالكي بالكي بتاعك كل ميديم بالكي بتاعك بقى وتجمع الكي اكسات بتاعته يبقى ده الفيز بتاع الاولاني وهكذا عظيم مين عنده مشكله في الكلام ده يا ريت يسال دلوقتي لسه هنقول نيوتنز رينجز تاني دلوقتي هنقولها تاني فاللي عنده سؤال في نيوتن استنى طيب في مثال خدتوه مع دكتور وائل فيه انترفيرنس انتوا بتذاكروا كوانتم ما بتذاكروش ويفز الويفز وحش هو الطبيعي ان الناس تحب الكوانتم الكوانتم بتتحب الحقيقه يعني الكوانتم علم جديد بقى وحاجات بقى غريبه كده ويفز علم تقليدي كلاسيكي قديم يعني صح انتوا ولا حاسين بحاجه ولا حاسين كده
طيب ايه اللي خدناه مع دكتور وائل في انترفيرنس؟ مين ده؟ ايوه هي فيها دي. ايوه هي الدي، انت معلمها بالدي، يعني هو جابها لك في الامتحان واي مش هتحلها. قال لك ايه بقى في القصه دي؟ قال لك في تجربه بتاعت دافيس وجيرمر، عملوا ايه؟ بيم اوف الكترونز، مسدس الكترونات طخ 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 عمال يضرب الكترونات على ماتيريال ليها كريستال ستراكشر. الماتيريالز نوعين، في ماتيريالز ليها كريستال ستراكشر. يعني ايه كريستال ستراكشر؟ يعني الشكل بتاع الذرات بتاعتها مترتبه بشكل معين كده وبيكرر نفسه كل شويه. وفي مواد تانية اسمها امورفس. امورفس دي مالهاش تركيب بلوري واضح زي الازاز كده، يعني ماده الازاز من جوه مش هتلاقي ترتيب معين للذرات بتاعتها، هتلاقي حاجه عشوائيه كده مش خبيط يعني. فالمهم دي ماده فيها شويه ترتيب يعني، فالذرات بتاعتها اللي هي اللون الازرق دي شويه كور كده مرصوصه في لايرز تحت بعض. ماشي؟ فادي لاير من الذرات وادي لاير من الذرات. حلوه كويسه. ايه اللي حصل بقى؟ ضربوا هنا مسدس الكترونات، فالالكترونز مشيت في 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 حزمه كده في بيم اهو، ادي الكترونات نازله، في الكترونات خبطت على اول وش ورجعت كده اهو، وفي الكترونات تانية وصلت تحت هنا ورجعت كده اهو. كويس. ووجد ان بالتجربه يعني ان في زاويه، مش زاويه سقوط بقى، هي الزاويه اللي جنب زاويه السقوط تسمى دي في التجربه بتاعت اسمها دي، هي زاويه السقوط او الانجل اوف انسيدنس، هي الزاويه اللي ما بين اللي نازل والعمود، مش المستوى الفاصل، مش ده هو المفروض ان دي تبقى زاويه السقوط، بس في ناس بيشتغلوا بالزاويه الكومبلمنت بتاعتها او المتممه بتاعتها. خلاص ماشي مش مشكله. وقال لك بقى لقينا بالاوبزرفر او الديتكتور الناحيه الثانيه هنا الجدع اللي بيقيس في زوايا معينه يلاقي فيه الكترونات راجعه، زوايا ثانيه ما يلاقيش. وده بالظبط شبه اللي بيحصل في الويفز. ما هي الويفز لو افترضنا ان دي مش الكترونات، لو دي ويفز مثلا، خلاص نحلها كمساله ويفز يعني. ازاي بقى الاقي مره ويف ومره ما الاقيش ويف؟ دي معناها ايه؟ يعني كونستراكتيف او ديستراكتيف. الحاجات اللي راجعه دي هوب طلعت كده اهو، يا اما مع بعضها تعمل كونستراكتيف انترفيرنس ويعيشوا مع بعض هنا، يا اما لا ويشوفوا لهم زاويه ثانيه يعيشوا فيها. خلاص. فبالتالي انا عشان اتعامل مع دي كويف، عشان احسب بقى ده كونستراكتيف انترفيرنس ولا ديستراكتيف انترفيرنس، انا محتاج فرق الكي اكس زي اللي عملناه هناك بالظبط نفس القصه. فالكي بتاعت الكي هنا بتساوي 2 باي على لندا. لندا هنا هي مين بقى؟ هو انا منزل الويف بتاع الضوء وانا منور نور اصفر او احمر او اخضر؟ لا، هو انا منزل نور اصلا؟ انا منزل ايه؟ الكترونات، الكترون. فانا هشتغل بقى بالويف المكافئه للالكترون اللي عمنا ديبرولي قال لنا عليها، هوب اتش على المومنتم، صح كده؟ ف اللي حصل بقى ان الويف دي هتعامل معاها بقى واشوف الانترفيرنس بتاع الحاجات اللي راجعه دي، عشان يبقى كونستراكتيف انترفيرنس احسب كي اكس وكي اكس وهوب مع بعض يعيشوا ويموتوا. طيب نحسب الفرق بقى، الالكترون ده والالكترون ده الاثنين شغالين بنفس الويف لينكس وبالتالي نفس الكي، فالكي عامل مشترك، فرق الاكسات بقى فرق المسارات، ده هيمشي مسافه كذا، ده هيمشي نفس المسافه كذا وحته زياده، اعرفها منين؟ الشعاعين دول متوازيين، انزل عمود من هنا على هنا كده، فالاثنين دول متوازيين فعاملين ضلعين من مستطيل، ما تقولش كلمه مستطيل بعد كده، الاثنين دول ايه عاملين شبه يعني ضلعين متوازيين كده، يقفل ثلاث اضلاع من المستطيل، خلاص كده؟ فيبقى الحته الزياده للري ده هو عن الري ده هو، او المسار ده عن المسار ده، الحته دي انتوا مش شطار بقى في الميكانيكا والهندسات بقى والزوايا والحاجات دي. كويس؟ اهو ايوه يبقى دي اسمها تيتا. فاذا كانت دي اسمها دي، المسافه بين اللاير واللاير اسمها دي، فالبتاع ده اهو يبقى دي ساين تيتا. طيب بقيه السكه بقى في كمان دي ساين ثيتا الناحيه دي، بنزل عمود كده وادي كمان حته زياده، يبقى فرق المسارين من بعض لو ده مشي مسافه التاني مشي مسافه زياده 2 دي ساين ثيتا. والله لو الديتكتور بيقيس الناحيه الثانيه بيشوف حاجه
يبقى ده constructive interference بيساوي 2 m pi. تمام كده؟ نفس الكي لان نفس الالكترونز نفس الظروف نفس كل حاجه. مفيش انا حكايه بقى لايت تو هيفي وهيفي تو لايت والباي الزياده دي مش قصتنا هنا. فك بقى ادي الاثنين مع الاثنين. الكي دي جواها 2 باي على لامدا فالباي تروح مع الباي يتبقى 2 ولامدا يروحوا الناحيه الثانيه فيطلع دي ساين ثيتا بتساوي ام في لامدا على 2. ده الشرط اللي احنا خدناه مع دكتور وائل. كويس؟ فانت ممكن لو تعرف الويف لينكس بتاع الالكترون ولقيت انترفيرنس كونستراكتيف ممكن تحسب الدي المسافه بين اللايرز او العكس. لو تعرف الدي بتاعه اللايرز تحسب اللامدا بتاعه الالكترون والزاويه ثيتا دي اللي هي الزاويه اللي نايمه هنا. عند الدكتور وائل كنت هتلاقي ان هو كاتب ان مش ام. كويس؟ الكاونتر او العداد اللي عنده اسمه ان 0 1 2 3 4 وهكذا. خلاص انا عندي الان بستعملها عشان الريفراكتيف اندكس فمش هستعملها تاني. مش عايز اعمل مشاكل يعني. فبستعمل الكاونتر ام بس هو نفس القانون هنا. هنا دي ساين ثيتا بتساوي ام لامدا على 2 او ان لامدا على 2 هناك يعني. كويس كده؟ هل الام هنا تنفع بصفر؟ لو حطيت ام بصفر ما هو ام بقى 0 1 2 3. لو ام بصفر يا دي بصفر وده ما ينفعش لان دي مسافه فيزيكال مش صفر يعني. يا ساين ثيتا بصفر. ساين ثيتا بصفر يعني الزاويه كام ثيتا دي؟ الزاويه ثيتا دي بصفر يعني هو منزل الالكترون ازاي منزله كده اهو. زي صفر يعني هيبقى ايه افق يعني مفيش اكسبيرمنت اصلا هو معدي جنب ال 15. ف ام بصفر ده حل مرفوض. اول حل مقبول هيبقى امتى؟ ام بواحد. لو ام بواحد ممكن تبقى الدي والثيتا بيحققوا الشرط وممكن ما يحققوش يعني ممكن تبقى الام باثنين يعني. المهم ان في امايه كده هتجيب الشرط ده واحد او اثنين او ثلاثه حسب الظروف. مين عنده مشكله في الكلام ده يا ريت يسال دلوقتي. اتفضل. كذا حد سألني سؤال شبه كده، ازاي الاشعه بارلل وحصل انترفيرنس؟ هقول لك اجابه مؤقته، هذا مسكن وليس علاج، العلاج في شابتر 9، خلاص كده؟ المسكن. مش الويف عامله كده؟ ما هو الاتجاه الشعاع ده لو انت رجعت للمحاضره اللي فاتت في الرسومات اللي احنا رسمناها لو تفتكر كنت هقول لكم مثلا ادي ميديم فاصل ما بين ان 1 وان 2، صح كده؟ وده الشعاع اللي ساقط وده اللي راجع. وده اللي معدي ده شايل الكتريك فيلد مجال كهربي كده صح؟ صح كده؟ فهو هنا ممكن تفهمها بنفس الاسلوب. الويف نفسها الفاليو بتاعت الويف مش ده اتجاه الانتشار ده اتجاه البروباجيشن بس الويف شخصيا هنا دول يكملوا مع بعض دول هيتداخلوا مع بعض دول هيحصلوا بعض يعني هما الريز دول اتنين ريز متوازيين مش هيتقلبوا ده حقيقي بس العمودي عليهم بيتقابل. الاجابه الصحيحه بقى 100% لما نتكلم عن حاجه اسمها الويف فرونت في شابتر 9. فاجابه هذا الكلام ازاي اشعه متوازيه بتعمل انترفيرنس مع بعض دي محتاجه نعرف شابتر 9 فاصبر على الويف فرونت لما تيجي. خلاص كده؟ غيره. طيب موضوع نيوتن تاني. انت اللي بيحصل ان انت زي ما قلنا المره اللي فاتت في لمبة لونها اصفر اللي هي الصوديوم لامب وحصل ان خرج منها شويه اشعه. الاشعه دي انا في شويه تفاصيل صغيره وبتاع ما حدش عايزها تاني. في عدسه في الاول بتقابلها علشان الاشعه اللي طالعه متبعتره من اللمبه تخبط في هذه العدسه تطلع متوازيه. الاشعه المتوازيه تجري تروح للبيم سبليتر تخبط في البيم سبليتر اسمه بيم سبليتر بيسبلت فشويه بينزلوا هنا اهو يخبطوا بيم سبليتر ويعدوا لتحت شويه بقى بيكملوا سكتهم على طول. دول مش قصتنا يعني. فاللي بينزل لتحت ده هيقابل بلانو كونفكس لينز. بلانو كونفكس بلانو كونفكس بلانو كونفكس يعني ايه كونفكس؟ محدب. يعني ايه محدب؟ اوتر سيرفيس اوف سفير سطح خارجي من كوره. يعني انا قصيتها من كوره خدت الحته ايه من كوره وسطح خارجي من كوره ده عملت بيه عكس. يعني ايه كونكيف؟ مقعر. يعني ايه؟ انر سيرفيس اوف سكير يعني سطح داخلي من كور. طيب هي ليه بلانو كونفكس؟ بلانو اللي هي الناحيه اللي فوق دي مستويه السطح اللي من فوق ده علشان انا عايز الاشعه توصل بسهوله في المسار ده علشان دي اللي بعد كده هتعمل هنا انترفيرنس وحلقات ولازم هنا. لو كان السطح العلوي ده ما هواش سطح مستوي يعني لو كان كونفكس او كونكيف لو السطح العلوي ده اي حاجه ثانيه
فاشعه قليله هي اللي هتنجح ان هي تكمل. يعني انت هنا تيجي كده اهو الاشعه بقى هنا لما تنكسر او في الانكسار او الريفراكشن، انا بعرف الانكسار بقى ازاي، بروح اعمل عمودي على هذا السطح الفاصل، ادي العمودي خلاص كده، وتبقى دي زاويه السقوط او الانجل اوف انسيدنس. بعدين يبقى ايه الانجل اوف ريفراكشن او زاويه الانكسار الناحيه الثانيه. فزاويه الانكسار هنا هتحصل ازاي بقى؟ ده العمودي اهو، ده اللي ساقط هينكسر كده اهو، وهينكسر اقرب للعمود لان ده ميديم اتقل، هو رايح لميديم تقيل، فدي زاويه الانكسار. فبالتالي الاشعه مش هتكمل في المسار العدل ده اللي هو انا عايزه عشان اخلق بيه الرينجز، هي هتنكسر كده اهو، وبعد كده توصل للسطح السفلي ده اهو، تعمل عمود، وبعد كده فالموضوع هيبقى ايه معقد جدا في دراسته، يعني هيبقى في زوايا تانية كتير معقده في الدراسه. فعلشان انا اخلص من الحاجه اللي ملهاش لازمه دي، انا مش ناقص يعني التجربه اصلا فيها اللي فيها يعني، يبقى ايه السطح اللي من فوق ده مستوي. ليه سطح مستوي بلين كده؟ الشعاع جاي زاويه السقوط كده كام؟ الانجل اوف انسيدنس كام هنا؟ زيرو. ليه؟ لان هي الزاويه بين الشعاع وبين العمود، العمود هيبقى كده برضه صح؟ العمود على هذا السطح، فدي زاويه سقوط بصفر، يقابلها زاويه انكسار او انجل اوف ريفلكشن صفر برضه، فيكمل عدل على طول. طبعا في شويه بيحصل لهم ريفلكشن برضه، يعني في شويه ريفلكشن لورا برضه بزاويه صفر، ما يهموناش في حاجه، مش قصتنا في الحياه يعني. طيب هيكمل الشعاع ده يوصل لهذا الحد الفاصل. دلوقتي العدسه دي هيفي ميديوم، يعني الريفراكتيف اندكس او معامل الانكسار بتاعها 1.5، الازاز حوالين 1.5 كويس، 1.5 وحاجات بقى صغيره كده. فده ازاز، ده هواء، ده ازاز. الهواء اللي ما بين الازاز والازاز اللي هم العدسه والميرور، هذا الهواء بنسميه اير فيلم او غشاء هوائي رقيق، ثين فيلم. هنشوف بعد نيوتنز رينجز طريقه ثانيه ان انا اعمل ثين فيلم. فهي القصه اللي احنا بندرسها اسمها ثين فيلم. ثين فيلم ازاي؟ في طريقتين، طريقه نيوتنز رينجز دي ان انا احشر الهواء هنا ما بين حتتين ازاز، فانا عملت ايه؟ غشاء هواء رقيق. طبعا انا شكل العدسه مش كده الحقيقه، انا مش راسمها تسكيل. هي العدسه دي، وده سؤال هنجاوبه دلوقتي، ليه العدسه نص قطرها كبير قوي 85 سم في التجربه؟ العدسه نص قطرها كبير خالص، فتبقى لو انا رسمتها تسكيل هتطلع مفلطحه قوي كده، مفروده خالص، والفيلم ده يبقى صغير خالص خالص، بس انا مش راسمها تسكيل عشان نبص نفهم بس. بس المفروض انها مفروده قوي قوي قوي، يعني كوره كبيره ضخمه 85 سم، ده قد ايه ده؟ حاجه قد كده اهو مثلا، كويس؟ ده نص القطر يعني. ده نص القطر الكوره اللي تنتمي اليها هذه العدسه، العدسه دي قصتها من كوره، هذه الكوره نص قطرها 85 سم. كويس؟ فهتلاقي مركز العدسه هو مركز الكوره هناك فوق في حته في الهواء. مطرح ما كان فيه كوره قبل كده قبل ما اقصها يعني. كويس. من هندسه الشكل في حاجه بسيطه خالص، يعني ده المركز بتاع الكوره اللي العدسه دي حته منها، فيبقى من هنا من المركز لاي نقطه على سطح العدسه ده هيبقى ده الكابيتال ار نص قطر العدسه. وبعدين الانترفيرنس على هيحصل على ارتفاع، هيحصل هنا زي ما انا فاكر هنعيده تاني على ارتفاع تي سمول تي من الميرور، فالحته دي من هنا لحد هنا خالص كده دي اسمها برضه ريديوس كابيتال ار، بس لو رجعت لورا تي فاللي هيتبقى ده ار ناقص تي، فكده دول ده وتر او هايبوتنيوس وده ضلع في مثلث قائم، بقيته اللي هو ده نص قطر الحلقه اللي انا هشوفها. من هندسه الشكل هوب هوب، وبعد كده ابروكسيميشن تقريب لتسهيل الحسابات، تي سكوير ده اللي هو الارتفاع بتاع الفيلم هنا، ده ارتفاع صغير خالص بالنسبه للي جنبه، اللي جنبه ده في بتاع كده 85 سم، ده رقم ضخم قوي، فده نيجليجيبل جنب ده، باي باي، يطلع العلاقه دي. هي العلاقه دي مفيده في ايه؟ انا مش هغطس تحت العدسه عشان اقيس الارتفاع اللي حصل عنده حلقه، اللي حصل عنده رينج. انا ما بقيسش التي ده اهو، بس انا بحول التي الى رقم تاني اعرف اقيسه اللي هو الريديوس بتاع الحلقه المنوره او المظلمه. فوظيفه الايكويجن دي ان هي بتحول لي حاجه ما اعرفش اقيسها، اللي هو الارتفاع اللي عنده هتحصل الحلقه حيث هيحصل انترفيرنس يعني. اللي هو التي ده انا ما اعرفش اقيسه عملي يعني، الى حاجه اعرف اقيسها عملي اللي هي نص قطر الحلقه. نشوف بقى القصه ماشيه ازاي. الشعاع اللي نازل من البيم سبليتر هنا خبط عند النقطه دي، فلما خبط عند النقطه دي هيحصل ان شويه يرجعوا، ده هنسميه ري نمره واحد، هوب ده راجع واحد، في ري تاني هينتقل الى الناحيه الثانيه هيعدي ويجري يخبط في الميرور.
شويه هيعدوا في الميرور اللي جوه ماشي مش مشكلتنا دول ما يلزموناش في حاجه. شويه هينعكسوا لفوق هوب ويخشوا بعد كده جوه العدسه ويطلعوا حاجه شبه كده. وده الري نمره 2. انا برضو مبالغ قوي في الزوايا عشان نشوف يعني الحقيقه انه علشان الراديوس ده كبير قوي فالعدسه دي مفلطحه خالص يعني في الحقيقه بالمنظر المفروض يبقى حاجه شبه كده يعني. كويس. فهنا اللي ساقط ده هو تقريبا 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 ساقط على مستوى افقي يعني هي لما يكون العدسه مفروشه قوي كده فهي تقريبا قال يعني ده قال يعني تقريبا ده موازي ده كما لو كان ده كمان سطح العدسه كما لو كان مستوى افقي زيه زي الميرور كده. كويس. فهيبقى زاويه السقوط هنا زاويه صغيره جدا لما ترسم بقى عمودي على العدسه هيبقى دي زاويه السقوط هنا هتبقى زاويه صغيره قوي قرب الصفر فزاويه الانكسار تبقى تقريبا صفر والانعكاس صفر وكله يرجع كده لفوق بالمنظر ده واحد واثنين دي الحقيقه بس احنا دايما بنترسم كده علشان نوضح الاشعه من بعض بس هي الاشعه كلها نازله وطالعه كله على نفس المسار كله ايه عمودي سقوط عمودي. الخلاصه الاثنين ريز دول هيحصل بينهم انترفيرنس اديني فرق الفيز ما بينهم يلا هنبتدي نحسب فرق الفيز من حيث اتفصلوا عن بعض هنا دي نقطه الفصل انفصلوا عن بعض. ري نمره واحد خبط هنا الخبطه دي كان في هيفي وخبط لايت ولا كان في لايت وخبط هيفي؟ هيفي تو لايت ياخد فيز ولا ما ياخدش؟ لو كان في هيفي وخبط لايت ياخد فيز زياده ولا لا؟ لا زيرو فيز باي باي. ري نمره اثنين حصل له ترانزميشن نط بقى من العدسه نزل في الهواء حركه الترانزميشن عمرها ما تضيف فيز سواء حصل ترانزميشن يعني عدى حصل له انكسار عدى الناحيه الثانيه سواء بقى معدي رايح من هيفي للايت ولا من لايت لهيفي مش مهم في الحالتين الترانزميشن ما بيضيفش حاجه فهو عدى عند النقطه دي عدى جري مسافه تي خبط في الميرور كان ماشي في هواء خبط ميرور ها لايت تو هيفي ياخد باي ياخد وهو راجع مسافه تي كمان وبعدين ايه حصل له ترانزميشن دخل جوه العدسه والترانزميشن ما بيضيفش فيز يبقى الخلاصه ان الفيز بتاع نمره 2 بالنسبه للفيز بتاع نمره 1 بيساوي تي وتي وتضربها في الكي بقى بتاعتها فيبقى كام 2 كي تي وكمان باي والجدع الاولاني ده صفر فده فرق الفيز كله ما بين الاثنين لما يتقابلوا تاني وبعد كده يكملوا حياتهم مع بعض بقى يمشوا مع بعض للاخر يطلعوا فين يطلعوا هوب فوق للراجل اللي بيتفرج من الميكروسكوب. احسب يا سيدي يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ 2 في 2 باي على الكي هو كان ماشي هنا في هواء فالكي بتاعته هي كي بتاعت هواء او بمعنى اخر ان اللمضه بتاعته هي اللمضه بتاعت الهواء يبقى لمضه نور في تي زائد باي ده فرق الفيز ما بينهم. انا بقيس التي انا بغطس تحت العدسه واقيس ارتفاع الفيلم بتاع الهواء ده ما بقيسوش انا بقيس مين؟ نص القطر بتاع النص القطر بتاع الحلقه المنوره والمظلمه. فسؤال ليه الشكل هنا بيطلع حلقات؟ لسبب بسيط زي ما حصل انترفيرنس الناحيه دي يطلع بقى كونستراكتيف يطلع ديستراكتيف مش مهم يعني. حصل انترفيرنس على نفس الارتفاع الناحيه الثانيه هيحصل نفس الانترفيرنس اخوه بالظبط يعني. وعلشان البتاعه دي مجسمه في الثلاث ابعاد هيحصل قدامها وهيحصل وراها وهيحصل من كل ناحيه. وبالتالي لو كانت النقطه دي بتمثل كونستراكتيف انترفيرنس يعني حاجه منوره هيبقى في نقطه منوره زيها قدام ونقطه منوره زيها يعني هنا كده يمين وشمال وقدام وورا ومن كل النواحي يتلحموا في بعض يطلع ايه يطلع دايره فهيطلع دايره يا منوره يا مظلمه على الارتفاع اللي اسمه تي ده هذه هي الدائره بتاعه الانترفيرنس الانترفيرنس هيحصل هنا وزيه هنا وعلى نفس الارتفاع ورا وقدامه من كل ناحيه فهيطلع دايره نص قطرها سمول ار وتقع على ارتفاع اسمه سمول تي والعلاقة بين الارتفاع ونص القطر اللي هي ده. تمام؟ طب هو هيحصل انترفيرنس على الارتفاع ده بس؟ ما ينفعش يحصل في حتة تانية؟ ينفع يحصل انترفيرنس هنا؟ ينفع ويطلع لي كمان حلقة تانية. ينفع يحصل انترفيرنس تاني؟ ينفع هنا مثلا على ارتفاع مختلف. فكل ارتفاع تحت العدسة كل سمك من الثين اير فيلم بيكورسبوند الانترفيرنس يطلع منور بقى يطلع مظلم يطلع زي ما يطلع حسب الظروف يعني حسب الايكويشنز يعني هنا الدلتا ثيتا ده هيطلع كام في الاخر هيطلع
2 في 2 باي على لامدا نوت واشيل بقى التي احط الكلام ده كله ار سكوير على 2 ار زائد باي. يبقى فرق الفيز بقى طلع كام في الاخر بقى؟ ادي 2 وادي 2 كويس. يبقى فرق الفيز ما بين الشعاعين دول بيساوي 2 باي ار سكوير على لامدا نوت ار بلس باي. يا يطلع بقى كونستركتيف انترفيرنس او بمعنى اخر برايت رينج لو كان 2 ام باي، او يطلع ديستركتيف انترفيرنس يعني دارك رينج اللي هو 2 ام زائد 1 باي. خلاص احنا اشتغلنا في المعمل على انهو دايره، المنوره ولا المظلمه؟ المظلمه. يبقى انا اخد بتاعه الدستراكت. بس هذا لا يمنع ان الممتحن يقول لك استنتج لي القانون بتاعه الدايره المنوره. هي نفس القصه. يعني انت هتاخد ده اهو وتساويه ده اهو وتقعد بقى تشطب حاجات وتطلع علاقه. ففي الدستراكت انترفيرنس اللي احنا اشتغلناها ان احنا خدنا دي، فيبقى النتيجه ايه بقى في الاخر؟ 2 باي ار سكوير على لامدا نوت كابيتال ار بلس باي بتساوي 2 ام زائد 1 باي، يعني 2 ام باي زائد باي. فكيت 2 ام زائد 1 باي مع باي 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 يبقى ار سكوير هيساوي، وفي 2 باي تروح مع 2 باي يطلع ام في ار في لامدا نوت. كنت انت بقى بتقيس ايه؟ ار نص القطر بتاع العدسه، نص القطر بتاع الحلقه، وتعمل له سكوير كده اهو وتحطه قصاد الام ويطلع بقى خط مستقيم ام ب 0 بتكورسبوند لار ب 0. خط الميل بتاعه ار مع لندا نود كابيتال ار ده بيبقى جيفن تطلع لندا نود. ماشي. اسئله بقى على الفيلم ده، على القصه دي. واحد، هل الحلقات في نفس المستوى؟ مش في نفس المستوى. ليه؟ لان كل حلقه تخص ارتفاع معين تي. خلاص كده. فالتي دي الارتفاع ده هو بيتسبب في حلقه منوره او مظلمه، الله اعلم حسب التي بقى بكام والشروط بقى اللي بتحصل. تي اكبر يبقى حلقه ثانيه، تي اكبر حلقه ثالثه. هل انا بميز بين الحلقات وانا باصص من فوق؟ ما اقدرش. يعني انا لما بقول طبعا شطار في الرسم الهندسي اكيد، فلما بتبص من فوق كده اهو، ده بيسموه ايه ده؟ البلين فيو ده. فلما تبص من فوق هتلاقي شويه حلقات كونسنتريك كلها متحده المركز. هذه الحلقات عماله تكبر تكبر قدامك، بس انت مش عارف تميز ان هم في مستويات غير بعض، ما تقدرش تميزها بعينيك يعني. بس ممكن لو انت واد ناصح يعني هتلاقي يعني في الامتحان او احنا حتى في التجربه لما اشتغلنا كنت بتشتغل ايه، تقيس مثلا الراديوس بتاع 6 7 حلقات مثلا يعني. ويا ريت في المعمل تقيس حلقات كتير، لان السكرول اللي انت بتلف بيه ما انت كنت ايه بتعمل مايكروسكوب وتروح مرحله يمين تجيب مماس وتشوف قرايته كام، تروح مماس الناحيه الثانيه تشوف القرايه كام وتطرح القرايتين من بعض، فانت بتجيب الدايمتر بتاع الرنج. قيس كتير بقى 6 7 حلقات. ليه؟ لان في السكه في حاجه هتضرب، يعني المفروض ان الراديوس ده بيزيد مع المسافه. يعني الريديس في اول حلقه، بعد كده الثانيه اكبر، الثالثه اكبر، الرابعه اكبر، وهكذا. في السكه كده المفروض هم بيزيدوا بيزيدوا بيزيدوا، هتلاقي واحده قلت في النص كده، هو البتاع اللي انت بتلف بيه ده مفوت. فانت يعني ايه اللي ما مش ماشي مع السيكونس طنشه وارسم اللي ماشيين مع بعض في السيكونس. خلاص احنا عارفين الحكايه دي، فمش هنأذيكم يعني. احنا عارفين يعني، احنا عارفين ان في مشكله. فانت يعني لما تلاقي الوضع ده ما تستغربش، انت ما تستغربش وانا ما استغربش والدنيا كويسه. طيب بس انا ممكن لو انا واد ناصح اعرف اميز ان في حلقات مش في نفس المستوى. ازاي بقى؟ افرض واحد قال لك ايه، طب هات لي بقى الحلقه العاشره، تيجي تبص كده مش واضحه، خلاص ضاعوا. انت بعد السبعه كده مش هتشوف، مش هتلاقي حلقات. بس لو عدلت الفوكس بتاع الميكروسكوب يمكن تشوف الحلقات اللي بعد كده. ليه؟ اصل الفوكس في الاخر بيعمل ايه بتاع الميكروسكوب؟ هو بيصطاد مستوى معين يفوكس عليه يشوف اللي فيه. خلاص كده. وما يشوفش المستويات الثانيه. فهو الحاجات دي في مستويات مختلفة قريبة من بعض، فممكن وان فوكس يجيبهم كلهم. بس لو رجعت بالمايكروسكوب لفوق شوية، فبترحل الفوكس بتاع المايكروسكوب لفوق شوية، هيفوكس على الحلقات اللي فوق ويطير اللي تحت ما تشوفهمش. بس دي قصة يعني متقدمة قوي. انت يعني لو واد ايه يعني الدكتور استمخ منك قوي بقى وخلاص كده اديله 29 ولا 30؟ هو الامتحان من 30 يعني، مش من 60، 30. فيعني يمكن اخش معاك في حتة سكة. طيب الحاجة التانية اللي في النص دي ليه لازم تكون مظلمة؟ النقطة اللي في السنتر مفيش اير فيلم، فلما تيجي تحسب فرق الثيتات
ما تروحش تقول له في العلاقه الهبله دي هتحط الام بصفر يبقى الريدياس بصفر ويحقق شرط الدستركتيف انترفيرنس. يعني ده شرط الدستركتيف يعني ده كده شرط الدستركتيف انترفيرنس بس ده عبط. يعني هو الاصل الحكايه فين؟ الاصل الحكايه هنا اهو ده اللي بجد بقى. يعني انت لما تعمل دي للدكتور وتقعد تنشف دي هينبسط منك قوي. ليه؟ ده واحد فاهم فيزيك خلاص. فهنا الثيكنس بتاع الهواء تحت العدسه هنا في السنتر ده دي نقطه كونتاكت تقريبا ما بين العدسه وما بين الميرور. الثيكنس اللي تحتيها كام؟ اولموست زيرو بيبقى قريب قوي من الصفر خلاص. وعاده دايما هيكون في شويه هواء اي كلام فارغ يعني بس هيبقى الاولموست زيرو. فيبقى فرق الفيز بين الشعاعين اللي راجعين كام؟ باي. بس باي يعني ايه؟ ديستركتيف. فلازم تكون مضلمه خلاص كده. فلازم اللي راجعه تكون مضلمه اللي في النص تكون مضلمه. طيب لو انا حطيت مطرح الهواء ده حطيت ميه، الميه ريفراكتيف اندكس بتاعها كام؟ 1.3. الحاجات المشهوره دي لطيف انك تبقى عارفها يعني الميه 1.3 في حدود 1.3 واحد وثلث تقريبا. ايه اللي هيتغير بقى في اللعبه دي؟ ها من هنا برضو ما تروحش بقى للكلام الفارغ اللي هناك ده. من هنا ادي 2 في كي دي وباي. هل هتفضل كده؟ تعال نشوف اصل الحكايه تاني. هيبقى الريل جاي شويه انعكس يبقى الريل نمره واحد. هل واحد ياخد فيز ولا ما ياخدش؟ لو انا حطيت هنا بدل الهواء ميه، الميه كام؟ 1.3. الازاز كام؟ 1.5. الازاز تحت كام؟ 1.5. طيب هواء شلت الهواء حطيت ميه، هوب الري جاي خبط هنا راجع جاي من هيفي اللي بعديه لايت ولا لا؟ لايت برضه ستيل لايت وستيل ما ياخدش فيه الزياده زيرو برضه. طيب الري بقى اللي مكمل ماشي في 1.3 خبط 1.5 اخباره ايه ده؟ ياخد فيز لانه كان ماشي في لايت خبط هيفي ورجع. الترانزميشن اني واي ما بيضيفش فيز في جميع الاحوال خلاص. فتظل العلاقه فيها الباي دي. الباي دي زي ما هي كما هي نفس القصه هي خلاص. اللي هيتغير بقى مين بقى؟ جوه الكي هنا هتحط الان هنا جنب هنا في النايه بقى بتاعت الميه دي اللي هي 1.3. ولما تمشي بقى ورا المعادلات لحد ما تخلص خالص بدل اللمضه هيبقى لمضه على ان تمام؟ هتبقى لمضه على ان. فهنا هتحط ان بدل ما كانت بواحد زمان اللي هو الفيلم بتاعك اير هيبقى الفيلم بتاعك دلوقتي ووتر فهيبقى 1.3. فالحلقات الريدس بتاعها يكبر ولا يصغر؟ يصغر. فهي نفس القصه بس تلاقي الرسومات كشف يعني تلاقي ايه الرادياي او انصاف الاقطار صغر. ممكن يحط لك حاجه اتقل من الاثنين يعني لو حط هنا ماتيريال اتقل من 1.5 مثلا هيبقى الاولاني ده هو راجع هياخد فيس باي الثاني مش هياخد باي. فتلاقي القصه حصل فيها ايه؟ هتلاقي ده كده. ليه؟ الاولاني دلوقتي لو انا حطيت حاجه مش 1.3 حطيت حاجه 1.7 مثلا يحصل ايه؟ الري اللي راجع ده نمره واحد اخباره ايه؟ كان ماشي في هيفي. لا ده دلوقتي هو ماشي في ده هو 1.5 هيخبط ده اللي هو 1.7 يبقى كما لو كان ماشي في لايت خبط هيفي. فلما يرجع ياخد باي ما ياخدش زيرو. ده لو كان 1.7 هنا مطرح الهواء. اللي معدي بقى هيمشي تي ويرجع تي برده 2 كي تي وحسب الكي بقى بتاعت الميديان ده. لما ياخد هنا خبطه هو ماشي في 1.7 خبط ميرور 1.5 ياخد الفيس باي هنا ما ياخدش. فتلاقي الباي اترحلت راحت مع البيم اللي هو نمره واحد. ولما تيجي تطرح هتفرق معاك اشاره هيطلع برده نفس الكلام. القصص ماشيه هي ماشي الحال. طيب نفترض بقى حكايه المستطيله. اوعى تقول كلمه مستطيله. العدسه دي حته من سلندر بقى قصناها من سلندر زي عارف الكلب بتاعت البيبسي دي قصيت منها حته عملتها عدسه فالمقطع بتاعها مستطيل صح كده؟ ومن الريس بقى اللي جايه هتعمل حلقات دوائر تحتها ولا لا؟ تعالى نشوف هوب خبط هوب نزل هيجي في السطح التحتاني هنا هيحصل انترفيرنس بقى والافلام دي هي انا في حاجه بترفلكت كده وحاجه هتكمل في الاير فيلم تخبط تحت في المرايه ويرجع وينترفيروا مع بعض والافلام دي كلها. الارتفاعات بقى تي مع بعضها هناك كانت تي ديه وقصادها تي الناحيه الثانيه وزيها تي من قدام ومن ورا ومن كل النواحي فرسموا لنا في الاخر دايره. هنا التيهات بقى نفس الارتفاعات لو انا على نفس الارتفاع هنا نفس الارتفاع هنا ونفس الارتفاع هنا ونفس الارتفاع هنا ونفس الارتفاع يرسموا ايه دول؟ خط كده عدل صح؟ في زيه الناحيه الثانيه صح؟ يعني تحت السيمي سلندر دي في هنا نفس الارتفاعات دي برضه
فقد ترى خطين لو كانوا قريبين من بعض يعني في اول العدسه هنا يعني فيلم صغنن كده وتشوف الخطين هنا كده لجوه كويس ده مجسم ثلاث ابعاد يعني خلاص فقد تجد الخطين او يكونوا بعاد عن بعض وتشوف تحت الميكروسكوب خط واحد لو تمشيت الميكروسكوب تشوف الخط الثاني بس يمكن يجي في منظر واحد او ما يجوش يعني فاقول له خط ما تقولوش مستطيل هما في الاخر هيقفلوا مستطيل يعني الخط ده هيلحم ورا في اخر العدسه كده 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 هياخد مقطع العدسه اللي هو مستطيل بس هما يحبوا خطوط يعني اقول له هشوف خط خلاص كده طيب لو انا قلت لي مستطيل مش هزق انت اول ما تشوفني في المعمل في التجربه دي هتقول لي ايه في ناس بتذاكر يبقى عرفنا ليه دواير وعرفنا البتاعة دي ومستويات الدوائر ولو مية وليه بلانو كونفكس قلنا ليه كروماتيك سورس كروماتيك سورس يعني ايه كروماتيك يعني ملون كروماتيك يعني ملون ملون يعني كذا لون كل لون بقى ليه بقى ما ينفعش التجربة دي في البتاع ده في مشكلة ليه بقى كل لون من دول هيعمل الباترن بتاعه يعني هيعمل الباترن بتاعه اللون الاصفر هيعمل حلقات منورة اصفر ومضلمة اللون الاحمر هيعمل حلقات برضو منوره احمر وحلقات مظلمه اللون الاخضر هيعمل حلقات منوره اخضر ومظلمه لو كل ده مع بعضه انت هتشوف بقى السوبر بوزيشن او التركيبه من ده كله هتلاقي عجين تحت العدسه مش هتعرف تميز مش هتعرف تلاقي حاجه تقيسها مش هتعرف تميز حلقه مظلمه تعرف تقيسها هتلاقي حاجات كتير راكبه على بعض بالوان مختلفه فهتلاقي ايه فالتجربه دي يستحسن انها تبقى مونوكروماتيك لايت علشان يبقى في حلقات منوره وحلقات مظلمه واضحه اعرف اقيس مش حاجات راكبه على بعض كتير طيب لو كان البيم سبليتر ترانسبيرنت 100% يعني شفاف يعني ايه اللي هيحصل الريز جاي من المصدر اللمبه كده هوب تيجي هنا هيحصل ايه تكمل ما ينفعش انا مش عايزه يكمل على طول طب لو كان ميرور 100% هترفلكت هنا اهو تنزل لما تيجي تطلع عشان تروح للميكروسكوب فوق وانا بتفرج مفيش حاجه هتوصل هترفلكت من هنا من ميرور هوب تخش شمال كده فهو انا لا عايزه لا كده ولا كده انا عايزه يعكس شويه ويعدي شويه طيب انا بسوي مايكروسكوب ولا تلسكوب مايكرو ولا تيلي ايه الفرق المايكرو بشوف بيه حاجات صغيره والتيلي بشوف بيه حاجات بعيده فقصه التلسكوب دي هنقولها في شابتر 9 في تجربه الديفراكشن انا بظبط الاشعه تكون متوازيه فمتوازيه افهمها بالتلسكوب اليان جايه من مصدر بعيد اشعه متوازيه معناها كده فبنستعمل التلسكوب في التجربه بتاعه الديفراكشن سؤال اخير ليه البتاعه دي الراديوس بتاعها ار بيبقى كبير قوي لو الراديوس صغير كان هيحصل ايه لو الراديوس صغير ادي الراديوس بتاعها لو رسمناها صغننه كده ادي الشعاع نازل كده اهو خلاص هتروح راسم عمود هيحصل ايه انكسار صح كده هتنكسر الاشعه مثلا كده اهو مثلا تمام فالاشعه لما تنكسر هتنكسر وتعمل زوايا معقده صعبه في القياسات يعني كده وبعد كده ده هيرفلكت كده وشغلانه بقى تمام فهتبقى الزوايا اصعب كثيرا هو انا اسهل لي موضوع السقوط العمودي السقوط العمودي او النورمال انسيدنس بيحصل امتى لما الشعاع بينزل الى مستوى افقي فبتبقى كل الزوايا صفر زاويه السقوط والانعكاس والانكسار كله بالصفر وتبقى الدراسه سهله والكونديشنز الرياضيه سهله فانا عشان اوصل لسقوط عمودي عايز عدسه وفي نفس الوقت عايزها تبقى مستوى افقي ما هي لو مستوى افقي مش تبقى عدسه هو في عدسه مفلطحه كده 100% ما تبقاش عدسه ما فيش عدسه في الموضوع بس انا عايزها عدسه وعايزها قرب المفلطحه فالحل يبقى ايه قرب انها تبقى فلات الراديوس بتاعها يبقى كبير قوي علشان الاشعه اللي جايه تحس انه كما لو كان اليان هو قرب السقوط العمودي نورمال انسيدنس تمام هنا بقى العمود على السطح ده اهو تطلع زاويه السقوط الصغيره خالص قرب الصفر فزاويه الانكسار يعدي تقريبا صفر والانعكاسات صفر وكله صفار والاشعه تمشي جنب بعضها كده لطيفه خالص واعرف اقيس واعرف اعمل كونديشنز رياضيه سهله لو كانت العدسه مش كبير الريدس مش كبير لو كان الريدس صغير هتبقى الحسابات اصعب كثيرا ليه؟ لان السقوط ده مش هيبقى سقوط عمودي هيبقى فيه زاويه سقوط كبيره قوي. فدي هتعمل مشاكل في الحسابات الرياضيه وفي الشغل بتاعك. حد فاهم حاجه كمان؟ مين عنده سؤال في الموضوع لو سمحت اسال. اسال يا ولد. الام لما بتكبر
الار الصغيره اللي هي نص القطر العلاقه الام لما تكبر الار يحصل لها ايه؟ صح كده؟ ام اكبر معناها ريديوس اكبر، وريديوس اكبر معناها سمك اكبر، بيكورسبوند لسمك اكبر. فالام دي العداد بتاعنا هنا اللي هي 0 1 2 3 4 5 بيريليت الى ريدياي غير بعض، ريديوس صغير وبيكبر بيكبر، الام قصاده بتكبر. وفي نفس الوقت يعني الثيكنس اللي انا بدرس عنده اكبر. خلاص هما الحاجات كلها ريليتد لبعض في الاخر. يعني سمك اكبر بيريليت لريديوس بتاع حلقه اكبر بيريليت لام اكبر، كل دول ريليتد لبعض في الحسابات، كله بيزيد مع بعض او بيقل مع بعض. ايوه. التداخل بين الشعاعين، انت دلوقتي في كذا حد قال لي المعلومه دي، في مصيبه في الثانويه عامه حصلت، في واضح ان حصل كارثه في الثانويه عامه. لو سطح فلات كده اهو، هوب ده نزل خلاص كذا سقوط انجلو بيزنس فين؟ زيرو. ليه؟ لان انت بترسم عمود هنا اهو صح، فالزاويه ما بين الشعاع اللي نازل والعمود صفر، مفيش، فده اسمه سقوط عمودي صح كده. السقوط العمودي ده يؤدي الى انكسار عمودي، تمام. هل في ريفلكشن ولا مفيش؟ في ريفلكشن ولا مفيش؟ في ريفلكشن. مش معنى انه نازل عمودي ان مفيش ريفلكشن، في ريفلكشن، في حاجه راجعه دايما، طالما لان بتتغير لازم يبقى في ريفلكشن وترانسميشن. فسؤالك بقى انه لو الاشعه كلها ماشيه بزوايا صفر، لان هي زوايا صفر صحيح، في حاجه هنا اهو رجع منها شويه وحاجه عدت وخبطت ورجعت، ودول اتقابلوا بقى اللي هو اللي واحد واثنين، اللي هم الشعاعين واحد واثنين اللي احنا بنقول عليهم. فدايما بس كذا حد قال لي الحكايه دي، يعني واضح ان في ناس قالوا لكم انه لما يكون سقوط عمودي مفيش ريفلكشن، ده كلام فارغ، لا لازم في ريفلكشن برضه. هو مفيش تغيير في الزوايا، يعني الزوايا بتفضل اصفار كلها، نازل صفر راجع صفر معدي صفر، كله صفر كله اصفار. في حد سالني لو كانت المعادله واي بتساوي اي كوزاين اوميجا تي زائد فاي او ناقص اكس، سوري، الاي ده الامبليتيود اللي بره، ده ملوش علاقه بالاوميجا او الفريكوانسي اللي هنا. الايه ملوش علاقه بالفريكوانسي، خلاص كده. الامبليتيود ده بيتحدد حسب الباور بتاعت السورس. الاوميجا بتتحدد من اللون بتاع السورس، لو لون اصفر يبقى فيه اوميجا معينه، لو اخضر يبقى اوميجا ثانيه، ده لو بيتكلم في ضوء يعني مثلا. فالايه ده حسب الباور بتاعت السورس، الاوميجا حسب الفريكوانسي اللي خارج من السورس برضه. دول مش ريليتد ان جنرال، يعني بشكل عام كده ما اقدرش اقول ان هم ريليتد لبعض. في الحاله بتاعت البيتس الاوميجات مختلفه، بس الايهات فرضناها زي بعض. في الحاله بتاعت البيتس قلنا الاوميجا والكي، والاوميجا والكي مش زي بعض بس نفس الايه. فالاوميجات لما تبقى مختلفه مش بالضروره يعني الايه مختلف، خلاص كده. اوكي، انا ممكن اعمل سيم فيلم بطريقه ثانيه. حضرتك تروح النهارده تروح المطبخ على طول، تخش على المطبخ كده تعمل، يعني انت مساعد المواعين. الصابون اللي بنمسك بيه ده ممكن يعمل غشاء رقيق كده، فيلم صغنن رفيع، ممكن نعتبره مايكرو، خلاص زي المايكرو فاكر من 9 مثلا محطه 3 ل 10. هتلاقي انه الصابون ده بيطلع ملون، شفتوا الوان على الصابون ده؟ يعني ده غشاء رقيق كده، ده عليه اخضر احمر اصفر مش عارف ايه، ده لانه بيحصل فيه انترفيرنس. ده فين فيلم مختلف؟ فين فيلم ده احنا عملناه من شويه ازاي؟ عملناه بنيوتن، بالتجربه بتاعت نيوتن، ان عدسه ومرايه وزنقنا بينهم شويه هواء هنا. ده كان الفيلم بتاعه. انا ممكن اعمل فين فيلم ازاي؟ لا لازم العدسه ولا مرايه، انا اجيب حاجه ماتيريال مختلفه كده احطها وسط اثنين ماتيريال ثانيه اعمل ساندوتش كده. يعني مثلا ده ريفراكتيف اندكس فوق ان واحد وتحت ان ثلاثه، وحطيت في النص حاجه زي الصابون بتاع المواعين ده اللي هو ان 2 بس. فيبقى عندي ثلاث طبقات ماتيريال تحت بعض، خلاص بقى عندي انترفيرنس. ليه؟ لان اي شعاع هينزل نفس القصه بتاعت نيوتن، هي نفس الموضوع. هوب نازل، وهنعتبر ان الزاويه هنا ايتا زاويه صغيره قوي، يعني المثلث ده الزاويه بتاعته رفيعه قوي علشان برضه نقرب من النورمال انسيدنس. قال يعني كما ده الزاويه دي لو كانت صغيره هيحصل ايه؟ هيبقى المستوى ده قرب المستوى الافقي، صح كده؟ فيبقى السقوط ده كما لو كان سقوط عمودي نورمال انسيدنس. يعني تلاقي زاويه السقوط انت ترسم عمود بقى كده على السطح الفاصل ده اهو،
يبقى دي زاويه السقوط، دي هتبقى ايتا برضه، دي هتبقى ايتا، وتبقى ايتا اولموست زيرو عشان يبقى احنا بندرس الحاله السهله اللي هي السقوط العمودي. فيحصل بقى ان الشعاع تقريبا يكمل عدل زاويه سقوط صفر، وانكسار انعكاس مبدئيا هيبقى فيه انعكاس طبعا، حاجه تنعكس كده، ده اللي احنا بنسميه شعاع واحد، وفي بقى اللي هيكمل لتحت ويخبط ويرجع ويطلع كده ويبقى ده شعاع نمرة 2. ويبقى فرق الفيز ما بين الشعاع واحد واثنين دلتا ثيتا برضه نفس القصة، هيبقى يساوي ايه؟ 2 في كي 2 تي، 2 كي تي، وهيبقى الكي بتاع الميديان ده هو اللي هيبان في المعادلة. وبقى في باي، مفيش باي حسب الظروف، يعني حسب العلاقة بين ان واحد واثنين وثلاثة. جماعة بتوع الميكانيكا علمونا حركة جامدة قوي في الزوايا، انتوا عارفين ليه دي ايتا بتساوي دي ايتا؟ ده اللي هو ازاي؟ ايوه اسمها ايه من مين؟ اسمها ايه من مين؟ طب ثانوية عامة؟ طب كويس ماشي حلو كويس، أخيرا ثانوية عامة خرج من ناشي كويس. لو عندي جوز خطوط pair of lines وانذر بير، اتنين بيرز كده خلاص كده، ودول بينهم زاوية صغيرة ودول بينهم زاوية صغيرة، والاتنين دول عمودين على بعض، يعني الاتنين دول عمودين على الاتنين دول، تطلع زاوية صغيرة من دول هي زاوية صغيرة من دول. انت ممكن تقعد تدور وراها يعني، بس الخلاصة يعني لو انت بصيت كده اهو في البتاع ده، دي بتخلص بسرعة الحركة دي، حركة لطيفة خالص. ادي ايد، فين الضلعين اللي حواليها؟ واحد اتنين صح كده؟ زاوية السقوط بقى، ادي الشعاع اللي نازل وادي العمود، الزاوية دي هتطلع ايتا ازاي بقى؟ البير ده اهو، الاتنين دول الجزء ده عمودي على البير ده، ازاي؟ شايف ده؟ فيرتيكال رأسي، ده هوريزونتال افقي، فيبقى ده عمودي على ده، يعني تلاتة ده اهو عمودي على اتنين. الجدع ده العمود اللي انا برسمه على الحد الفاصل الباوندري، فهذا العمود هسميه أربعة، على طول هيبقى عمودي على واحد اكيد، يعني انا رسمه كده، فيبقى الاثنين دول ثلاثة واربعة عمودين على اثنين واحد، فالزاوية دي هتطلع ايتا برضه. ماشي؟ بتنفع الحركة دي. بعد ما اقعد اشوف مسلسلات ده بيكمل ده بيكمل ده بيكمل ده، انا بطل ده اسهل. فلو كانت الزاوية دي رفيعة يعني ده فيلم والزاويه دي صغيره خالص، ايتا دي تقترب من الصفر، هيبقى الزاويه دي تقترب من الصفر، يبقى سقوطها عمودي، ويبقى كما لو كان الشعاع ايه؟ شويه هيرجعوا عدل على طول، وشويه هيكملوا عدل ويرجعوا عدل ويتقابلوا كلهم، يبقى ده واحد وده اثنين. وساعتها يبقى فرق الفيز 2 كي تي، كي بتاع البتاع اللي في النص ده زي ما كان هناك الهواء، زائد او ناقص باي حسب الظروف بقى. خلاص؟ الحاله اللي احنا درسناها في نيوتنز رينجز كان عندي الميديم اللي فوق ازاز اتقل من الميديم اللي في النص، وكان تحت ميرور يعني ازاز اتقل من اللي في النص اللي هو الهواء، ده كانت حاله التجربه بتاعت نيوتنز رينجز في المعمل. طيب في الكتاب بقى عامل الشقلباص بتاعها، في الكتاب لما جه يتكلم على السيم فيلم ده عمل ايه بقى؟ قال لك هناخد ان واحد اصغر من ان اثنين وان ثلاثه اصغر من ان اثنين، خلاص؟ دي موجوده في الكتاب هسيبها لكم تتفرجوا عليها. خلوني بقى انا اقول لكم اللي غير كده، هما في كام حاله؟ اربعه. يعني في كام احتمال العلاقات بين ان واحد واثنين وثلاثه؟ في ان اللي في النص اصغر من الاثنين التانيين، او اللي في النص اكبر من الاثنين التانيين، او مترتبين انه ان واحد اكبر من اثنين اكبر من ثلاثه، او واحد اصغر من اثنين اصغر من ثلاثه، ادي الاربع احتمالات، خلاص كده؟ دي نيوتنز رينجز، نفس الفيلم، هيطلع 2 كي تي زائد باي. هيبقى فرق الفيز 2 كي تي زائد باي. يعني دي هتطلع فرق الفيز ما بين الشعاعين الراجعين. ودي بقى تساويها يا 2 ام باي يا 2 ام زائد 1 باي، وتعيش حياتك بقى وتشوف الشروط. وده الكي اللي في النص اللي هو هيبقى اسمه هنا كي 2 يعني، كان هناك الكي بتاع الهواء. يا اما يكون اللي في النص ده اهو اتقل من الاثنين، زي ما بقول لك حاله الصابون كده، لو انت جبت غشاء صابون في الهواء يبقى فوقيه هواء وتحتيه هواء. فوقيه هواء يعني ان بواحد اللي هو ان 1 دي بتساوي واحد. تحتيه هواء يعني ان 3 بتساوي واحد. وفي النص صابون اللي هو ان 2 بتساوي 1.3. دي موجوده في الكتاب برضه 2 كي تي، وتشوف في باي ولا ما فيش باي. تعالوا نعمل اي حاجه من دول. كان في واحد نبيه عجبني الصراحه في جروب اي. هما جروب اي مسيطرين على موضوع الشوكولاته تماما. جروب اي فشل في انه ياخد اي شوكولاته لحد دلوقتي. انتوا ايه الحكايه؟ انت
انتوا نمتوا ولا ايه ده؟ هو الدكتور بيتاثر معنويا لما يشوف الناس اللي قدامه كده. عايز اصوركم مره. ففي واحد عجبني كده في جروب ايه قال لي مش فارقه، حد شاف ليه دي ودي مش فارقين مع بعض. كويس، روح اقعد مع جروب ايه بقى، ما تقعدش. فايه اللي حصل بقى؟ لو انت جيت تدرس الحاله دي او الحاله دي، شوف ايه اللي هيحصل. تعال نفترض ان انا هاخد هما مترتبين مثلا، تعال نفترض ان ان واحد مثلا الحاله دي مثلا اللي هي ان واحد اكبر من ان اتنين اكبر من ان ثلاثه. هو انت بيطلع لك غشاء الصابون اللي في البيت ليه بيطلع ملون؟ لان انت عندك السورس كذا لون. السورس اللي هو مثلا اللمبه اللي في البيت مثلا لمبه بيضة، ففيها كذا لمبه وكل لمبه لها الانترفيرنس بتاعها، صح؟ يعني كل واحده فيهم هتطلع لك ايه، كونستراكتيف وديستراكتيف. فتلاقي هنا الاحمر عمل كونستراكتيف فتلاقي لون احمر، شويه تلاقي الاخضر عمل كونستراكتيف فتلاقي اخضر، وهكذا يعني. فكذا لون لان في كذا سورس، كذا لمبه، كذا ويف لينكس. لو كان البيت فيه لون واحد بس، يعني اللمبه لونها اصفر فقط، هتلاقي غشاء الصابون ده بيطلع لك الوان هو لون واحد بيطلع اصفر بس. anyway طيب لو قلنا كده، تعالى ها في بايات ولا مفيش؟ دلتا تيتا في الحاله دي هتطلع كام؟ 2 تي 2 تي كالعاده. هل في باي ولا مفيش؟ تعالى نشوف يا سيدي. الشعاع واحد ده كان ماشي في ان واحد خبط ان 2، ان واحد اتقل فهو راجع ياخد ولا ما ياخدش؟ ما ياخدش، كان ماشي في هيفي وخبط لايت، صح؟ فمفيش باي هنا، ده زيرو. طيب شعاع 2 هيمشي تي ويرجع تي، هي دي التي بتاعتنا دلوقتي. فهيمشي تي ويرجع تي، فيعمل لي فيز 2 كي تي، حيث الكي هي الكي بتاعت الميديم اللي هو ماشي فيه اللي هو هنا ده. وبعدين هل في الخطه دي هياخد باي ولا لا؟ ايه الاخبار؟ هو كان ماشي في ان 2 صح؟ خبط ان 3، مين اقوى؟ مين اكبر؟ مين اتقل؟ ان 2. فلما يخبط ويرجع ياخد باي ولا ما ياخدش؟ ما ياخدش، يبقى هو الفيس خلص على كده بس، يا اما ده بيساوي 2 ام باي يا اما بيساوي 2 ام زائد 1 باي. طيب الحاله ان شاء الله باظ بقى لو كانت ان 1 اصغر من ان 2 اصغر من ان 3، الحاله الثانيه. يبقى دي هي دي. كويس. لو كان بقى في الحالة دي دلتا تي ده هتساوي، لو كان ماشي في ان واحد خفيف خبط ان 2 تقيل، ياخد باي ولا ما ياخدش؟ ياخد باي، فده هياخد له باي. شعاع نمرة 1 ده هياخد له باي. بعدين شعاع 2 ده عامل ايه بقى؟ مشي كي تي وكي تي 2 كي تي. الخبطة بتاعته اللي حصلت هنا دي كان ماشي في ان 2 خبط ان 3، وان 3 دلوقتي أكبر، الحالة دي أهو ان 3 أكبر، هياخد باي ولا ما ياخدش؟ ياخد كمان باي. يبقى الفيز بقى 2 كي 2 تي زائد باي، ده كده الشعاع نمرة 2، ده كده الري 2 ناقص الشعاع نمرة 1 باي. النتيجة النهائية ايه؟ هي هي دي زي دي في الآخر. فلما يكون في ترتيب ان 1 ان 2 ان 3 ده أكبر من ده، ده أكبر من ده، أو العكس ده أكبر من ده، أكبر من ده، النتيجة النهائية 2 كي تي وخلاص. بس ما تحفظهاش، ما دي المصيبة. انت لو بتحفظ في المنهج ده مش هتخلص، ما تحفظهاش. انا مش هحفظها، انا زي ما عملتها معاكم كده. يعني انا بقى طالب في الامتحان بتاع كده، هو خاص ان يعني الحاله دي بتبقى دي كي تي، الحاله دي كي تي زائد باي، الحاله دي مع بعض، هحفظ الكلام ده. انا بقى بستنتج الكلام ده وخلاص. هقعد احفظ ايه ولا ايه يعني؟ ولو حفظت هنسى وهتخبط. ومحدش يجي يقول لي انا عندك الخطوات دي، دي مصيبتنا مع خطوات مع طالب. يكتب اي خرابيش. اي خرابيش ويطلع من الامتحان يقول لك انا عايز درجه. درجة على ايه يا ابني؟ على العك اللي هو حاطه ده. انت اصلا ده لو عرفت تقراه اصلا احنا يعني احد البلاوي اللي في الكليه، احنا ليه بنتاخر في التصحيح؟ مش بس لان الاعداد كبيره، لان الورقه لما بنيجي نصححها ايه يا ابني اللي انت كاتبه ده؟ وتقعد تلف وتدور وانت خايف تظلمه، مش عايز تظلمه، انت فاهم؟ يمكن يكون كاتب حق وفي الاخر يطلع كلام فارغ برضه في الاخر، تقعد تلف وراه في الاخر يطلع كلام فارغ. ليه؟ لان الحافظ مش فاهم، هو بيفتكر من الذاكره وخلاص. اطلع بقى طيب ما اعرفش فايده تعليمته في الثانويه العامه بياخد البلاوي بتاع الثانويه العامه. ان اي حاجه تكتبها تاخد عليها درجه، صح ولا غلط؟ علمكم كده ولا لا؟ في حد معترض؟ ازاي يا مايك؟ ايوه ايوه اعتبر ان اي كلام فارغ هتكتبه ممكن تاخد عليه حاجه. لا احنا مش كده. لازم تكتب الكلام دي معاك، غير كده مش هتاخد درجه. نعم. مره مش مهم.
ما هو ده ري نمرة 2 اخد 2 كي تي وباي. ده كل القصة دي بتاعت ري نمرة 2 ان هو خد فيز كده وفيز كده وفيز مفطر. ناقص الري نمرة 1. الري نمرة 1 واخد فين؟ واخد باي بس من الريفليكشن اللي هنا. فده هتيروا مع بعض وخلاص. عايز تكتبها دي سالب باي ودي سالب باي مش مهمة برضه. مسألة في الشيت ويا ريت يعني المسألة دي تفهموها كويس. وهنا غمز الدكتور. كان زمان قبل الفيديوهات وقبل انا كان حلم حياتنا زمان نصور فيديو في المحاضرة وكده. كان عندنا مصايب في الريسورسز، ما كانش عندنا انترنت طبعا. يعني انا حضرت ميلاد الانترنت سنة 97 حاجة زي كده. انا عتيق يعني انا شفنا الموبايلات لما ابتدت، شفنا بدايات الحاجات دي. طبعا انتوا اتولدتوا بعد كده يعني. انتوا مواليد 2015؟ انتوا مواليد امتى؟ 98 قبل النت على طول. كويس. فكانت احد بلاوينا في الكليه ان احنا مش عارفين نجيب الريسورسز. يعني الدكتور قال الكلام في الهواء بس خلاص، لحقت تكتب وراه ماشي، ما لحقتش دور على واحد صاحبك بيعرف يكتب. وفي ناس بقى في الدفعه بقى كانوا مشاهير، دول اللي بيعرفوا يكتبوا ورا الدكاتره بقى، دي العيال المخلصه. ده اللي هو ايه بقى، كان يجي يكتب وهنا كح الدكتور كده يعني محضر الجلسه. كويس. فما كانش بقى في فيديوهات بتتصور بقى والناس بيصوروا من تحت الترابيزه كده، يشغل الموبايل بتاعه ويسجل للدكتور وكلام اوانطه من ده. كويس. ودكتور موجود على الفيسبوك بيقول يا اخوانا اسالوا محدش بيسال. ما هو دي احد المؤشرات برضو. يعني انا ليه متوقع ان درجاتهم تطلع زي الزفت ان شاء الله في الامتحان الجاي ده؟ لسبب بسيط، اصل يا ابني هي فيزياء، دي قوانين فيزياء، قوانين طبيعه، الحياه دي محكومه بشويه قوانين. خلاص كده. من هذه القوانين ان ما ينفعش انك تيجي قبل الامتحان بيومين تذاكر وتحل، مش هيحصل. خلاص كده. اللي بيذاكر بيقف معاه حاجات بيسال فيها، اللي ما بيذاكرش ما بيلاقيش حاجه واقفه معاه ما بيسالش. قوم لما انا يكون عندي جروب فيه 520 بني ادم، لو كل واحد فيهم عطس في ال 500 دول الجروب هيتكسر اسئله. اما اروح اخر اليوم الاقي سؤالين، ال 500 دول في الطراوه. نعم. ايوه. بيعتمد على الفيز. لو الفيز 2 ام باي او 2 ام زائد 1 باي، خلاص كده فرق الفيز. لو كان بقى تدخل بناء بتجمع الامبليتيود ده زائد ده. لو هدام بتطرح ده ناقص ده. لا حسب برضه، يعني احنا هنا شغالين بامبليتيودز كلها بدون نفس الامبليتيود. في كورس بتاع سنه اولى بنعتمد ان كل الامبليتيودز زي بعض. لما تكبر شويه وتاخد حاجه اسمها ريفليكشن كوفيشنت وترانسميشن كوفيشنت في الفيلد بتاع سنه ثانيه اللي جايه دي، ساعتها تلاقي الامبليتيودز مش زي بعض وربنا كريم بقى. طيب في المساله دي اظن دي ثالث مساله في الشيت 5. هي بس هي تبدو مساله سهله، بس هي الفكره اللي وراها يعني فيها شويه دردشه كده. هو ويف واحده وهو صورها صوتين، يعني دول مش اثنين ويفز غير بعض. دول دي هي نفس الويف بس صورها صوتين، صوره عند الزمن نسميه صفر. انا بقول زمن صفر ده يعني مش بدايه الخليقه، يعني هو الزمن صفر ده اربيترارلي، انا بقول ان دي صفر اللي بعدها اكبر من صفر كده خلاص. فده الزمن صفر، الصوره الاولانيه عند زمن اسمه صفر اللي هو اللون الازرق ده اللي هو السوليد لاين. يعني الصوره الثانيه مديها لك بدوتد لاين، خط منقط، اللي هو انا عامله هنا للتوضيح لون اخضر، بس هو طبعا مش بنطبع شد الالوان، فهو خط دوتد. قال لك الصوره دي عند الزمن نص ثانيه. طبعا نص ثانيه معناها هي بعد دي بنص، يعني ده صفر ده نص، ده معناها. طيب بس خلاص، ادي كل المعلومات اللي هو مديها لك، هي البتاعه دي اقراها بقى. فالاسئله كالتالي: واحد، فين الدايركشن بتاع الاوسيليشن؟ الاوسيليشن الموجه بتتنطط طالع نازل كده اهو، فالاوسيليشن اسمه واي. البروباجيشن هو مدي لك ان هو في اتجاه موجه بزد. كويس كده. الامبليتيود كام؟ الامبليتيود اللي هو الماكسيمم اللي ممكن الويف توصل له. الويف دي ممكن توصل لحد 10. 10 كام؟ 10 متر، اليونت كانت متر في المسافه. كويس. متر. يبقى الامبليتيود 10،
طب ما هي بتوصل هنا في سالب 10 يبقى الامبليتيود سالب 10؟ لا، الامبليتيود ده قيمه موجبه 10 في كوزاين، الكوزاين ده اللي بيشقلب 1 سالب 1 كويس، بس هو الامبليتيود 10 خلاص كده. الطول الموجي كام؟ الويف لينكس هنا 4 متر. عرفت منين؟ بلاقي اي منظر من الاثنين دول، خد ده او ده مش مهم، هي نفس الموجه، هي هي بيكرر نفسه كل 4 متر، يعني الشكل بيقفل هنا، النقطه دي هي البيك بيساوي البيك هنا بعد 4 متر، ده 4، فهو السكشن اللي فيه الموجه وبعد كده بيكرر نفسه كل 4 متر، 4 متر فيها كل الموجه او كل الويف لينكس مره واحده، بعد كده هيبقى تكرار، فهي 4 متر ده طول الموجه. الزمن الدوري بيريودك تايم نجيبه ازاي؟ وهنا توجد وجهات نظر، هنا في كذا وجهه نظر. في واحد يقول لك ايه الصوره الثانيه بالنسبه للاولانيه متشفته، يعني بص البيك ده هي مشيت لقدام كده، فهي مشيت مسافه 1 متر، يعني البيك دي مشيت لهنا، البيك دي مشيت لهنا، يعني الرسمه اتزاحت لقدام، ما هي دي الموجه ماشيه كده بتتزاح لقدام، فهي اتزاحت لقدام مسافه متر، فده متر، البيك اتزاحت مسافه 1 متر، يبقى مشيت 1 متر. طب هو الطول الموجي كام؟ 4. يبقى هي مشيت كام من الطول الموجي؟ ربع لندا. اذا علمت بقى ان السرعه، احنا عارفين العلاقه دي، تساوي لندا على تي، صح؟ ده رقم ثابت، السرعه في البروباجيشن كده اهو، ده رقم ثابت، لندا على تي. لو هي بقى مشيت لندا على 4 يبقى ده حصل في زمن قد ايه؟ كابيتال تي على 4 لازم، عشان المعادله دي تظل صحيحه. فيبقى الصوره الثانيه متشفته عن الصوره الاولانيه ربع ويف لينكس، باينه من الرسمه دي، دي مش هكتبها لك، دي هي باينه من الرسمه. تشوف نقطه واللي زيها مشيت كده اهو متر من الاربعه، يعني ربع لندا. يبقى فرق الزمن ما بين الصوره والصوره اللي هو نص ثانيه ده يمثل ربع زمن دولي، يبقى ده اهو بيساوي نص ثانيه، وبالتالي يبقى الزمن الدولي على بعضه 2 ثانيه. في حد يبص لها بوجهه نظر ثانيه من وجهه نظر الاوسيليشن، يقول لك ايه؟ انا لو هقف عند نفس المسافه، عند نفس الزد كده، عند مثلا الزد بصفر هنا، واتفرج اشوف ايه اللي بيحصل. اللي حصل ان كانت الويف هنا اهو، احنا قلنا دي عامله زي السوسته كده، طالع نازل وجنبها كمان سوسته سبرنج تاني وجنبها كمان سبرنج، كما لو كانوا كذا سبرنج جنب بعض. فالجدع اللي بيوسليت هنا كان فوق اهو الخط الازرق ده، ونزل للخط الاخضر كده اهو، مشي المسافه كام؟ ايه امبليتيود. طب ما انا عارف ان ده بيوسليت، يعني بينزل من امبليتيود لزيرو لسالب امبليتيود لزيرو ويرجع لامبليتيود تاني، كل الرحله دي بتاخد معاه زمن دوري، صح؟ فهو هنا مشي من دي لدي ربع زمن دوري، سوري، او يعني امبليتيود واحد امبليتيود، هي الرحله كلها 2 امبليتيود، سوري 4 امبليتيود، امبليتيود 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 4 امبليتيود. ده السمبل هارمونيك موشن بيبتدي من ايه لصفر لسالب ايه لصفر لايه، الرحله دي رايح جاي كلها 4 ايه، صح؟ فهي العلاقه مش لينير، بس للصدف عاده لما يمشي ربع الرحله بتاعت السمبل هارمونيك موشن بيبقى ربع زمن دوري، فيبقى ساعتها برضه هو مشي ربع، يبقى ربع زمن دوري، يبقى الزمن نص سنة ده ربع زمن دوري، يبقى الزمن الدوري 2 سنة. اللي يعجبك، عايز تمشيها كده عايز تمشيها كده. طيب آخر حاجة، السرعة هتبقى كام بقى بتاعت البروباجيشن؟ ال v بتاع البروباجيشن ده كام؟ ماشي مسافة متر خلال زمن نص ثانية، الصورة اترحلت متر كده أهو، خلال زمن نص ثانية يبقى السرعة كام؟ 1 متر على الزمن نص ثانية يبقى 2 متر في الثانية. جود لك، ونتقابل بعد الامتحان. الساعة 12 المحاضرة اللي بعد الامتحان، الأسبوع اللي بعد جاي الساعة 12 عشان المعمل.